بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. سبحان الله، الدنيا ساعة، فكم قمنا بأخطاء فيها، وماذا فعلنا بحق بعضنا البعض، كم أكلنا لحوم الناس، وكم فتشنا في عيوب الناس، وكم فتشنا في عيوب بعضنا البعض، وكم أسأنا الظن، وكم ارتكبنا من أخطاء في حق أنفسنا وأولادنا وأزواجنا، وكم نشرنا الهم والعبوس والقلق والسلبية حولنا عوض إدخال السرور والفرح على الناس. علينا أن نفتش في طيات النفوس ونعترف بها هذه العيوب، ونستغفر الله سبحانه وتعالى، ونقلع عنها ونعوذها بالخير، ونعوذها بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذها إن شاء الله بحميد الخصال. الخصلة الأخيرة وهي أدهى وأمر من كل الخصال، وهي صفة خطيرة ومقيطة وجامعة للكثير من الصفات السيئة، سبحان الله، ولا نجد فيها حرج، ولا نتفطن، ولا ندرك حتى خطورتها، ألا وهي كثرة اللوم. كثرة اللوم ليل النهار. المرأة للزوجة، شبيك ما عملت، شبيك جبت، شبيك ما جبتك، شبيك قلت، شبيك عملت كل حاجة، شبيك الوخر، شبيك لصغارنا، شبيك شبيك شبيك، والزوج كيف كيف، شبيك ما طيب، شبيك طيب مالح، شبيك يعني على طول رحال لوم ترحي في أعصابنا وفي حياتنا رحيل، والعياذ بالله. ثقافة اللوم متفشية بين أفراد الأسر في بلادنا وفي كل بلاد، بين الأقارب والأبعاد، والكل يلوم، والكل قلق، والكل يشكو. اللوم، مفهوم اللوم وحكمه وأسبابه وأثاره، أسبابه وأثاره. قال تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، يعني يزداد إحسانا، وإما مسيئا فلعله يستعتب، أي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وكل يوم يا أختي، كل ساعة نزلت فيها حية على وجه الأرض، هي عطية من الله، يقول لك يا عبدي ما زال عندك فرصة باش ترجع لي وتصلح نفسك وتتوب. ما دامنا على قيد الحياة، الأمل إن شاء الله في الإصلاح معطيه من عند ربي سبحانه وتعالى. واللي ينتهي دوره راهو يموت، واللي ماهوش لا باش يقدم ولا باش يوخر، ربما إذا باش يوخر ربي ينجيه ويهزه عنده. أما إذا ربي عافك ما عادش تقدم راهو ياخذك. ما دامك حية أعطيك فرصة باش تزيد. وأنا يستحضرني حديث الصحابة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث، لما زوج كانوا يحبوا بعضهم، وواحد توفى سنة والآخر زاد عام، قال تحق على صاحبه، نعش شكون شاف، وشاف واحد أعلى من واحد مقامه في الجنة سليل، هذا أعلى من هذا. قالوا كيف يا رسول الله، وكانوا كبعضهم؟ قالوا ازداد عاما صلاة وقياما ونوافل، وزادوا ربي سبحانه وتعالى عام كامل وفاله باش يجمع الحسنة. كي اللي يخدم زايد عام أكيد باش يصور أكثر من اللي باش يخدم أقل عام، يعني في أمور الدنيا، فما بالك في أمور الآخرة اللي هي مضاعفة عند المولى عز وجل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك ولا تتمنى الموت. علاش؟ إما محسنا فلعله يزداد، حتى كانك على خير راك مش تزداد الحسنات، رمضان يكفر، يعلي المقام، ربما تعتمر، ربما تعمل نوافل، ربما تعمل صدقات. الإمام أحمد بن حنبل قال: وش بيك تكتب لأخر لحظة؟ قال: لعل الكلمة التي سأصعد بها في المقام لم تكتب بعد. وانت ربما الكلمة الخير أو العمل الخير أو الموقف الخير اللي مش يكتبه لك ربي أعلى
not أعلى يعني عدد، لعلها لم تكتب بعد أو لم نقم بها بعد. ربي إن شاء الله يرزقنا الخير. إذا أعيد، لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا لعله يتوب ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. اللوم يا أخواتي هو التوبيخ، يعني التفاسير اللغوية. شوفوا اللوم، يقال عاتب معاتبة أي وجد عليه في قلبه شيئا ما ولامه، يعني سيل كبيتات في قلبي، يعني أنا متغينة عليك في قلبي، متسمم عليك في قلبي، موجوعة منك، نسيلك حويجة. يقول لك كالجنة معاقها من الجنة والناس، فشيت فيها غلي، أنا موجوعة منها، مجروحة منها، وجعتني، غيرتني، قافت فيها فرصة، هاد شعرك فجأة نخبره، نقولوها هذه اللي نقولها، هو جاء وانا انفجرت عليه، لأنك عندك غل. سم أعزكم الله، سم زعار في قلبك من النفس، من نفثات النفس. إذا لغويا المعاتبة هي أنك تجد في قلبك شيء غين وتلوم هذا الإنسان، واللوم هو العدل والتوبيخ. الإنسان اللي مش يلوم يحطك في قفص اتهام يبدأ يزرق لك، لك الزريقة يعطيها لك بسمها والعياذ بالله، قول والله فلانة قالت لي كلام سممت لي بدني، صدق حق يعني. ويقال لامه أي أنبه ووبخه وآخذه وكدره بكلام لما قام به من عمل أو قول غير ملائم. هو يشوف أن التصرف نتاعك ما عجبوش، أما يلوم، أما يزرق، أما يعاتب زعمة مغلف. المهم الطرف المقابل يحس اللي هو محطوط في قفص اتهام، والآخر مسلط عليه عصا لسانه اللاذع بطريقة مزينة مغلفة، يدس السم في العسل، يدس السم في العسل. ساعات إنسان يقول والله أنا نحبك، وهو يسمم لك بدنك بكلام مشحون مغلف، لكن نتيجته في قلبك ثقيلة، مهما يقدم هالك مزينة يصل إليك ثقيلا. شنو حكم اللوم يا أخواتي؟ سبحان الله، اللوم ينشر طاقة سلبية ثقيلة عليك، خاصة تكون يكون مصحوب بالعبوس. قالك والله دخلتها هي وجعتني، والله رخيت فيها العين، والله دورت وجهي، والله ظهرت لنا مفوق عليها. صحيح ولا لا يا أخواتي؟ نتنفخوا على رجالنا، نتنفخوا على صحابنا، نتنفخوا على كل إنسان عمل حاجة ما عجبتنيش، كأني أنا وليت أمره، أنا يزم يعمل اللي حبينا. إذن اللوم يا أخواتي خطورته تزداد في قلب، وتزداد مرارة وقت اللي تنتقل من اللسان إلى الوجه، الوجه العبوس هيك، هي تهبيط الشفايف، نفخ عن الوجه، تسبسيبة العينين، الحقرة، يعني إمكانك ما فهمتش اللي أنا منفوخة عليك لازمك تفهمني، نغزل لك ما نكلمكش، فلانة والله قاعدة منفوخة عليا، ترشت أنا، هي تحب توصل لك هيك هذا مفهوم اللوم حالا وعملا ولغة. شنو حكمه في الشرع؟ هو رذيلة من الرذائل، خصنا يزن أن تخلصوا منها، كما إن شاء الله ربي خلصنا من القلق والهم والغيرة والحسد والعناد والشك. كملوا اللوم، وهو جامع ما شاء الله جواجب، اسمه ليس جواجب، اللوم فيه كل شيء. هو رذيلة كبيرة قدرها متفشية بين الأسر، وعايشين فيها الأزواج والأمهات والأولاد وكل الناس، كل عايشة باللوم، وهي نقيض طيب الكلام. اللوم نقيض طيب، عكس طيب الكلام اللي أمرنا به ربي سبحانه وتعالى. اللي لوم خالف شرع ربي وخالف كلام الله عز وجل القائل سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فأنت كيف قابلها منفوخة بسبسبة عينيه وتطرى شفايفة وتعمل روحك ما شفتهاش وما تسلمش عليها، طبقت هذا من الآيتين؟ عكس ذلك، إذن أنت مخالفة لشرع الله عز وجل.
قال تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شنو الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة؟ كأنها اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، تمشي هباء منثورة وتلقاها في ميزان سيئاتك. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، من اللوم هوش كلم طيب ساقط في النار. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني القول الطيب مرفوع والعمل الصالح مرفوع، الكلمة السيئة تسقط في النار والعمل السيء العبوس والنفخة ويدخل تفرح به ما شاء الله. أصلا زريقة مصمومة ثقيلة ما يتحملها حتى بشر، أثبتوا ذلك علميا. يا أخواتي لطول الوقت يعني تتنهدوا، أصلا المشايخ كم من مرة أتنهد؟ لما تتنهدي؟ يجوز مش راضي على ربي، ساخط على ربي، على شكون تتنهد؟ من عليهاش اهتمام عادي ما ينفقش فيها نفسي، لا ما يسمعش تخرج، دليل على وسخ بداخلك. المفروض تخرج لا اله الا الله يما. يعني الانسان عايش دوم مكان ومسيك الناس بيت القدس ما عليه يحله هو. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. صراط الحميد كحبيبك صلى الله عليه وسلم، كان بساما وكان هاشا باشا. هل نحن مثله؟ أحنا العبوس ديدا، إحنا كانت تدخل الأحوان مش تقضي تقولش عليه بشي، كان عنده مسدس يتورق عليه، تدخل المستشفيات أعظم وتعس، تدخل الإدارات الحكومية بسم الله الرحمن الرحيم تقول فكيت له أرضه. علاش؟ خاطرنا ناس مانيش راضينا، من أحنا ناس مانيش راضيين، مانيش شاكرين ربي اللي إحنا مازلنا نتنفسوا مازلنا نجمعوا في الحسنات، وأنا ربي مازال عطينا فرصة، وربي يخدمنا إن شاء الله بخواتيم الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: سئل أخبرنا يا رسول الله بشيء يوجب لنا الجنة. سيدنا شريح سأله أبي شريح، قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. ماذا علي جاوبت الأخت؟ قلت له من أعمال الطيبة هو بذل الطعام وحسن الكلام. اللوم مش من حسن الكلام، من سوء الأخلاق، من الوقاحة، من الجرأة على الناس أنك تبدأ تجبر في الناس. أمين الموروث السلبي الخاطئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نياه. اللي يعنيني أطاب الكلام. احنا لساننا بسم الله الرحمن الرحيم لسع لسع. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام. السلام مش السموم، مش الزرارق، مش اللوم، مش الشكوك. وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. يعني هيك لسانك اللي طول وقت أنت بسم الله الرحمن الرحيم تليع فيه اللي حواليك أولي مش دخلك الجنة. الله يرحمها واحدة من الأهل كانت تقول: يا ابني تختي، عرفتوها خلفي، يا ابني تختي هذا 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 أعزك هذا الكلب الأحمر اللي فيه شعره هذا هو اللي بشيلك لي حاشاه. يعني ما شاء الله رب
يحفظها ويحميها ويجعلها إن شاء الله في المقام العالي في البلد. يأمن زوجها شيخ علم رحمة الله عليه، وكان يحذرها كثيرا من هذا. تقول هذا بنيتي هذا اسمه كلب أحمر بليش عظم يلسع لسعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال يهوي بها في جهنم. إذا الكلمة الطيبة ترفع بك ترفعك في الجنة، ولكن الكلمة اللي أنت لسعت بها عبد وما قاعطيتهاش قيمة وجعت بها إنسان ربما بقيت وما رقدش النوم، هيك يهبطك في جهنم. واختار لنفسك ما شئت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. احنا تلقين صدقات سهلة. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يعني لو كان احنا نسمع كلام ربي كلام النبي ونقول كان أحسن الكلام، راهو دور ربي يثبتنا ونثبت على الحق، وإن شاء الله نمشي كان في طريق الحق ونكون النهاية الجنة بإذنه تعالى. أذكر بما قلت، يعني أنا قلت أن الربا 73 بابا. الربا درجات، أقل درجة يعني أقل ذنب أقل إثم أقل عدد تاخذه في الربا أهون عدد، كأنك زنيت بأمك. ورأوا ثم حديث آخر يقول: كأنك زنيت بأمك في حجر الكعبة. مش تعرفوا الربا اللي متسالين فيه، واللي ناخذ قرض باش نبني وناخذ قرض باش نعمل مشروع، ولا غالب ومضطرة، حضر روحك. درهم ربا أشد على الله من 35 زنية في الإسلام. يعني وأنت مسلمة، هذا ما معنى في الإسلام. وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، يعني كل نوع بتاع ربا عندك فيه عدد، أهون ربا كأنك زنيت بأمك في حجر الكعبة، يعني أهون إثم تعمله كإثم من زنى بأمه في الكعبة، وأعلى إثم وأصعب إثم استطالتك في عرض الناس. دور قلقتك وجعتك فلينا ما استدعتنيش، ندور نشهر بها عند الصحاب وعند الجيران وعند الأهل وعند الفاميليا، وكيف لينا عملت شطحت عملت فينا شاطع رايمة عزز بيها حيث ما استدعيتهاش تشهر بي. جمعة هذه جمعة اللي بعد حتى بعد 3-4 سنين ما زالت تحكي في أرسول ده ما استدعيتهاش. الاستطالة طول تشيط وانت تنتقد وتلوم، كانت تريد عيوبك كان أسلمك. قال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. يعني الوقوع في أعراض الناس أصعب من 36 زنية، وأصعب من يزنب أمه. إيش تعرفوا خطورة اللوم؟ اللوم من فصيلة الغيبة والنميمة. أنت باش تلوم وباش تحكي برا هو مباشرة باش توجعه، وباش تحكي قفاه غيبة ونميمة، معناها اللوم أشد حتى من الغيبة والنميمة، من فصيلة الغيبة والنميمة، وهو خطير جدا. وإحنا نحسبوها سهل وعادي ونتكلم ونلوم، ومرأة تتكلم في رجلها والمرأة تتكلم في صغارها والصغار تتكلم في أمها، وإحنا ما شاء الله خلط ظلط بسم الله ما شاء الله. يا رب يسلم. اللوم هو نقيض الكلام الطيب، والكلام الطيب كله شفاء، وكل واحد منا يجب أن يداوي جراح الآخر، يكون رحمة للآخر، مش يكون سيف يجلد في خلق المؤمن، مش يكون لسانه اللهم احفظنا رب يجعله له للذكر وللكلام الطيب هو جعله في جلد أعراض الناس. رب يجعلنا إن شاء الله شفاء لبعضنا البعض، كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم كان أليفا كان سهلا كان لينا كان بساما كان هاشا باشا، وقد اتخذناه قدوة، يجب أن نصطبغ من جديد.
هدي أخواتي هذه البنية الخاربة الوسخة، هدها في ذاتك وأعيدي بناء شخصيتك من جديد، شخصية المؤمنة، شخصية اللي ما تخرجش كلمة عيبة من فمها ولا من وجهها ولا من أعمالها أبدا. استغفر مما مضى وأصلح القادم، والله غفور رحيم والتائب حبيب الله، ومن تاب عاد كمن لم يتب إن شاء الله. سيدنا أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنس غلام كيس فليخدمك. سيدنا أنس بن مالك ما شاء الله خدم النبي سنوات. قال: فخدمته في السفر وفي الحضر، يعني في المدينة وكيف خرجوا للغزوات، فما قال لي شيء صنعته لما صنعت هذا، ولا لي شيء لم أصنعه لما لم تصنعه. يعني سهل سهل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيك كثر اللوم وكثر الطلبات والتسربيس والقوالب اللي احنا عايشين بها صغارنا كأننا في عسكر. ما هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، مش خليهم يعيشوا بما يحب، تعلمهم لكن بحب مش بقساوة. معنا احنا تعلمنا نحب المولى عز وجل مش نخافوا منه، نعظموه مش نخافوا من قهره وبطشه، لا، أسعد بعطائه بكرمه بحكمته. نحب نتعلم تعظيم ربي ونحب ربي ونعلم صغيراتنا النظام والنظافة، لكن بحب، بعشق، بأريحية، بمساحة حرية، بتعامل بند لند بكرامة. باش أعمل شو ما عملتش تحشمه شو تعشره وغيره، هذاك الأسلوب أعزكم الله العفن، هذا الموروث السلبي المقزز اللي عشنا به إذن نتخلصه شوية شوية يا أخواتي، راهو تتخلص منه بإذنه تعالى. لو تقول: يا ربي نحب نتخلص منه، تبعونك، من أتاني يمشي أتيته هرولة. اصدق، الجمعة هذه كنت ندعي أعزك من 10 دعوات، نولي ندعي 9، واللي بعد 8، واللي بعد 10 شهور، بعد عام نلقاك ما شاء الله. تقولي: ما عادش تقدر تسمع كلمة السوء ولا كلمة التعشر، تهبط في قلبك بسم الله الرحمن الرحيم، ترعبك. باش بيصدقك؟ ربي تو يعاونك. شنو أسباب اللوم يا أخواتي؟ أهل الاختصاص يقولوا لأسباب اللوم ثم أشخاص، كما ثم أشخاص مشكاكين يمشيوا يشكيوا، تمشي بنية تلقى طول النهار ومشي جاي يشكي بالجيران اللي قاعدين يبني، مدري مسكين، هيك شخصية مرضية شكاكة إلى درجة معناها يعطي هيك البلاغات الكاذبة، إلى درجة الشرطة تفد منه، البلدية تفد منه وتسمع يقول لك: راهو جاركم الله غالب، مش نعمل جاركم عزكم الله معك مش كيك. نجيو توا في اللون، ثم شخصيات يعتبروا روحهم أرقى من الآخرين، إذا تمسوا في حاجة تخصه ما تسلمش منه ويزموا يعاقبك. طبعا ما هوش قاضي حقيقي مش يعاقبك بالأشياء معناها قضائيا، لكن يعاقبك اجتماعيا وبلسانه، هات شعرك وجه نخبله، حتى تسكر عليه الباب ما تحبش تسمع، يعرف منين يوصلك، يعرف ايش يدخلك. لا تعوزه الحياء ولا يعوزه الدهاء. علاش؟ لانه هو شخصيه لوامه، شخصيه سبحان الله تقوم حياتها على العتاب. كما ثم ناس شخصيتها تقوم على الشك، وداخل غيور، عنده الغيره برشا، وداخل عنده العناد برشا، وداخل عنده الاكتئاب برشا، وداخل عنده الهم يهبط هو يا قدس قد ها تلقى واحدة يدها كلها محروقة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لخرج ريح خيتي يا وخيتي يا وخيتي، تعمل لك حمد ليش أطرشة وباعة. كل واحد اختصاصه، كل واحد أرضيته، واحد لونه وردي واحد لونه أبيض، معادل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأراضي أرضية اللوام تعالي، كيفاش تمسه ولا تاخذ موقف منه ولا تعمل له كذا، يلزمك هنا اجى لهنا ونوقفك عند حدك بطرق متعدده، منها اللي من يشبك شطول يتنفخ عليك، يحقرك، يسبسب عينيه، يدلدل شفيفه، اساليب ما شاء الله ما تعرفوها، ما نيش في حاجه باش نوضحها. اذا هذوما ناس يشترطون،
هذا شخصيتهم، يشترطون أن تقدم لهم الأعذار على كل ما يتضايقون منه. علاش عملتي هكا؟ أنا متاعه إذا إذا قدري إذا قيمتي معك إذا راهو النساء والرجال مع بعض اللي يعملوها برشا هما مش فايقين. وذوما سبحان الله هما تربوا في أسرة لوامة كما الكذاب الصغير. منين تعلم الكذب؟ من والديه أو من أشخاص قريبة منه. اللوام هيك البيئة اللي عاش فيها، يسمع أمه ديما تلوم على أخت رجلها، تلوم على سليفها، يعتقد أنه هذاك هو الطبيعي. من منين تعلمنا دعشة؟ من والدين. لكن الوالدين ما همش قدوتنا، قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لباس وسخ يسمك تخلعه، هذه أشواك يسمك تنزحها، خلي يبرز إن شاء الله. ما عدنا كل يخلاه لك ربي على الفطرة، تقول كان الخير إن شاء الله ومتعمل كان الخير. قال الأخصائيين هذو يعتقدون أن الناس الخطائين يجب أن يعترفوا لهم. علاش عملت لك عبارة يعمل لهم كرسي اعتراف؟ هو القص وأنت جالس على كرسي الاعتراف ما يتعطيني علاش وكيفاش. وسبحان الله الناس تنفر منهم، تقول لك يا خويا تو نمشي لا تتعب تمشط لي شعري فك عليها. أنا هاربة منها من مشاكلها ومن ثم أنواع متاع شخصيات تميل للعب. نعطي أمثلة، مثلاً الشخصية المسيطرة وإلا اللي تحب السيطرة. شنو معنى المسيطرة؟ يعني زوجها شخصيته ضعيفة وهي اللي تقود في الدار، هي عايشة راجل. هذه الشخصية تخلي الصغار يمشيوا على العجيب ما يلخبطوهاش، تلقاها حتى في المناسبات فلانة صلي عندي بيع وذرع أنا زلت لسان. الشخصية اللي عندي مسيطرة أو تحب تسيطر هذه تميل للوم. علاش؟ أنا تحب تفرض رأيها، وإذا أنت عطيتها رأي مخالف ما يعجبهاش ما تعديلكش، ما هيش لينة، ما تعطيش مسيطرة، ما تعطيش مساحة حرية للطرف المقابل هي متعايشة معها. تنصب نفسها قاضية طبعا، هذه كيف كيف الآخر. كذلك الشخصية اللي ضيقت الصدر يعني ما هيش متسامحة كسمسة، هذه كذلك كثيرة إلا ما تتسامحش وتشد على الصغيرة والكبيرة. الشخصية اللي صدرها ضيق ما عنديش ساعة بال. الشخصية تلقاها محبة تحبك لكنها مش مليانة، مش مليتها منك. تلقى تحب زوجها لكنه مش مطمنه له، ديما عينه هكا زيغه شويه ولا مش مطمنه له. هذه زاده تلومه برشا، دقق له، دقق عليه وتبع انفاسه خطوه بخطوه. فما شخصيات متطلبه اكزيجانت، تتطلب برشا، يعني كل شيء تعمل عليه طاوله واربع كراسي، كل شيء تعمل عليه مشكله. هذه متطلبه، ماهيش يلا مسالش لاباس عدي، لا كل حاجة نحبها ونحبها شكل نحبها كل شيء تعمل عليه مشكلة. هذه كذلك سبحان الله تميل للوم، وهذه سبحان الله تسمح لنفسها بالتقصير في حقك ولا تجيز لك انتقادها أبدا. فما الشخصيات الفرعونية اللي هي متسلطة ومتعالية في نفس الوقت، هذه أيضا عندها حب السيطرة وحب التملك، وإذا ما تبضخش لسيطرتها وسلطتها لومك ولسانها لا ذع. فما شخصيتك طبعا اختصاص لوم، لا تتقن إلا اللوم وديما عندها استدراكات، ديما عندها استما شخصيات لحظوها بيش ديما حال هكا وهكا، ديما عندها استدراكات، ديما عندها تعليقات، ديما عندها حتى روحها هي معناها يا أولاد، يعني هي أقدر أفهم أعلم أكيس، هي فطنة أكثر منك تشوفك هكا وهي هكا، ولا أنت في طبقة أسرية أقل شوية من طبقتها، يعني هو بلي ما حال هكا حال ديما تلقى يعني. فما الشخصية اللي تعيش دور المعذبة، دور الضحية، دور المظلومة، دور المضطهدة، هذه ما يديما تعتبر روحها ملايكة ومسها برك شيت إذا مسيتها مش لو من لاذع.
هذه تحب تفسير لكل إدارة وكلام علمي مش كلامي، هذا كلام علمي للشخصيات وكل واحدة تعرف شنو اللي مسها في شخصيتها، كان نظفت روحها لنفسها أو كان ما نظفتش روحها اعتبرته زرارة فعليها هي حرة. إذا ربي سبحانه وتعالى يريد يعني هذا الإنسان سبحان الله يريد تفسير لكل تصرف وتوضيح لكل شيء الشخصية اللي تعيشه الضحية، وتوضح لي وتفسر لي حتى كي تهرب الرغم الآن فلازمك توضح لي. أنا قلت لكم يعني نعرف قصص نتاع أزواج يقف عليها وهي راقدة تتوقوا وإجا نتعاركوا نتعاركوا باللغة إجا نتعاركوا. إذا تقعد تعاركتي ويا سنين تشوفوا برشا عائلات يعيشوا سنين متعاركين ثلاثة شهور متعاركين ثلاثة شهور متصالحين ثلاثة شهور متعاركين ثلاثة شهور متصالحين بالزبلة بالزبلة عزكم الله. هذه الشخصية هذه سبحان الله تظل تحوم دائما حول الضحية نتاعها وما يبردلهاش ما تبردلهاش نار، لأنها متسمم على الطرف المقابل ولأنها واقفة مع نفسها ديما تشوف روحها هي المظلومة وما مفهموهاش أنتم الكخات وأنتم الشياطين والعياذ بالله. هذه ما تتفطنش لنفسها قاعدة تراوغ فيها قاعدة تلبس عليها قاعدة شيخة بيها وزيد الشيطان وزيد الشيطان يدخل على الخط يسمح الصورة ويبكي ويلمع لك انت ضحية وما يفهموكش وانت مسيكنا وانت ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني النفس هنا تستزلها بشكل زلات خفية وتخليها تميل نحو المكابرة والعناد وعدم الاعتراف بالحق والاعتراف بالأخطاء كلفها كلفها. شنو هي أثار الله؟ هذه الأسباب يا أخواني نوعيات بتاع شخصيات فينا في بلادنا منها الكل أنواع هذه وأكثر. شنو أثار اللون؟ أولا العقل البشري أثبت العلم الحديث أنه لا يوجد بشر على وجه الأرض يتحمل اللون مهما كان قليلا. ثانيا اللون يطفئ نور المحبة بين الإخوان. أنت تكون حبيبات جيش حد لون العقل البشري لا يتحمل اللوم. اللوم يطفئ نور المحبة بين الأخلاء اللي حبايبات. اللوم طاقة سلبية منغصة للقلب. اللوم يورث الوحدة مثل العناد يورث الوحدة. اللوم يختزل العلاقات الاجتماعية في المجاملات. اللوم يورث الوسوسة. اللوم يورث الخوف. واضح هذا أن العقل البشري لا يتحمل اللوم هذا أثبتوه أهل الاختصاص قال مثلا مش عقل بشري يتحمل اللوم. ثانيا قلت يطفئ نور المحبة بين الأخلاء أثبت أيضا علم الحديث أن اللوم يخرج طاقة سلبية منفرة تعمل صدود نفسي وأي واحد يلومك أنت مش تنبري تدافع عن نفسك لأن النفس دافع على روحها ما تبسط شوية اللي لومك مش دافع مباشرة مش تنفر اللي لوم يعمل جدار بينه وبينه وينشر طاقة سلبية ما غير ما يفيق. النقطة الثالثة أن اللوم طاقة سلبية منغصة للقلب مهما واحد يحب يلوم ثم مرارة في قلبه ثم كغيل غل متغيل عليك موجوعة منك مجروحة منك إذا قلبك مريض ما هوش صافي ما هوش نقي. شفت اللوم خزنت وسخ في داخلك وما تبرد إلا ما تخرجه زرارك للطرف المقابل حقنا مشحونة بالسمعة عزكم الله بل والله ما نبرد على دينا من تقهالها. للأسف يعني نستعمل في جمل وفي ألفاظ هذا العام ثقيلة على قلبي أثقل من هذا الصف. لكن أقول لكم يا أخواتي باش تشوفوا إحنا قديش عندنا مخزون وسخ في ألسنتنا اللي رب يجعلها تلهج بذكره مش بالقول السيء اللي باش تلقاه حطب في جهنم والعياذ بالله. يقول أهل الاختصاص مسألة العتاب إذا أنت تحب تستنضح فقط بشكل يعني بسيط ولطيف
شي ما تصطلح مش بجذوب، تحب تفهم. فما فرق بين تحب تفهم وبين تحب تلوم. إذا تحب تفهم قال بشرط أنه هذا الكلام لا يكون فيه أي معناها متشابه من الأذى، باش لعل العبد ينجم يتحمله ويقبله. اللوم يورث الوحدة. أهل الاختصاص قالوا بما أن العقل البشري لا يتحمل اللوم، الشخصية اللوامة كثيرة اللوم، كثيرة النقد، كثيرة الاستدراكات، عينها ما ترى كانش عندك نقص اللي تعمل معها به الكل ما تشوفوش، إنسان عملت عميلة هيك تقوم به. قال بما أنه يولي حكم على الناس ما يتحمل حد. أنت تقولي يا أخويا فلانة مش ليش تشبك فيها، قولوها يا أخوان تو تشبك فيها. هذا الكلام بالفعل هي كشبكة، هي سبحان الله تتصيد، تبدأ تتصيد الضحية نتاعها وترمي عليه الشبكة سبحان الله كل أخته تنحي صباعها ويتلصق لك بصباعها. اللوم يختزل العلاقات في المجاملات. ما معنى في المجاملات؟ لو أنت كتعرف فين ما تمشيها تلوم، ما تمش كلمة الخير ديما بين الحما والكنة، بين الراجل والزوج والزوجة، بين الكنة واخت الراجل، يلوم عليا يلوم عليك يلوم عليا يلوم عليك في كل المناسبات، كان في الجنائز كان في الأعراس. تلقى المشاكل هذه قائمة الذات. اش خلاه يا خويا هذيك مسيك مسيك تعامل معها بالكوندوات، مش فقر بالها. اش ولات العلاقات الاجتماعيه اللي المفروض كانت حميميه ولات مجاملات، نجامل فيك باش نبالي شر. اختزلت باللوم نتاعك العلاقات اللي كانت طيبه نقيه ولات مجاملات. قد تو القطار ما يجمش يخرج على السكه، مع اللوام تولي تمشي في القطار. يا ربي سلم. نعم. يقول الإمام الموردي إن كثرة العتاب تكون سببا للقطيعة، وقد قال بعضهم لا تكثرن معاتبة إخوانك فيهون عليهم سخطك. تتكثر أنت من له وما عاد يعمل لك حتى قيمة. يمكن أبويا وأبوك أخويا قولوها ولا لا؟ تتكل فيا تشرب فيا. شفتوا اللغة هذه؟ شفتوا كيفاش ولات العلاقات؟ لغة طيبة هذه أخواتي، لا من هنا ولا من هنا. لكن انت لزيتني مش اقول لك كلمه. شفتوا خطا يورث خطا، خطا يورث خطا. لو كان كلامك طيب ما يطرشك حد وما يخرج حد الكلام هذا اللي هو ايضا غير طيب. لكن انت ذلك انا دائما اقول اذا اساء معاملتك اسال نفسك علاش، راجع نفسك انت ايش عملت، مش ضربني وبكى سبقني مش بكى. اللوم يورث الوسوسه. يقول المختصون أنه ثم نوع من الأشخاص ديما يخلق التوتر على كل مشكلة، على كل شيء يشد، على كل شيء يلوم، مش ما يعجبه شيء. كان في العرس يعمل انكد، كان في الجنائز يعمل انكد، في العياد انكد، هيك فلان ربي عدي هالعيد العيد على خير، ولا العرس على خير، ولا الجنازة على خير. عايش خاطر صعبة الميراث وتنقد برشا وتلوم برشا وما يعجبهاش العجب. إيش تخلي هذه؟ تخليك تتعاون وانت خايفه يعيش بالله عايشه تدخل كوجينا يا خيتي فلانه يعيش خبي خبي ما تقولش كل حاجه تتغش توعز بها. شكون لديك؟ وسواس. تتعامل معاها وانت خايفه يا ربي تستر. ثم اصناف من الرجال واصناف من النساء يجب تتعامل معاهم مش باريحيه، تعامل معاهم كل حاجه تحسب لها حسابها. هيك ما تقولهاش، هيك خبيها، هيك تو تفهمها هكا، هيك تو تحس بها، هيك ما تحبش هكا. كونت لديك وسواس، خلقت لديك وسواس خايفه من لومها. هذا ما قاله العلماء، تورث الوسوسه. كذلك اللوم يورث الخوف. من كثره الانتقادات، من كثره انه ديما محطوط عليك المجهر، كول 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 كول، سبحان الله يورث لديك الخوف. انا وسوسه ولا خوف؟ خطر الانتقادات اللاذعة اللي ديما هابطة على راسك بلا رحمة عاش تنجم تطمئن. مثلا إذا كنا في دار راجل لوامين برشا ما عاش تنجم تطمئن، ديما خايفة مسكينة، ولا العكس. اليوبس اللي يتعاملوا به اللوامين هو شنو؟ اللوام يعني عامل عصاو ويأدب كلمة
حاطك يعني في قصة اتهام. إيه عجبني يعني علش عم تك علش ما عم تشك علش عم تك علش ما عم تشك. اليوبس هذا يا أخواتي تدخلهم في خصوصيات الناس وعدم تساهلهم في الأشياء اللي يروها مش كم يحبوها هما هو اللي يجعلك ديما متوترة. أنت اللي بشي يسلط عليك الشيء هذا يعني اللوام يخليك اللي تعيش معاه هذا اللوام اللي تعيش معاه يخليك ديما متوترة ديما متوجسة ديما موسوسة ديما خايفة والحياة معاه بسم الله الرحمن الرحيم جحيم كأنك تقرب له وش تقرب من تيار كهربائي ما اشتغلش من بورت. هذا اللوام. نعطي صور من الواقع. مثلا تهز تليفون تقول لك اسمعني راني نتغش عليك ماما ماتت وما جيتش على زيتني طول تكون لباس عليك في دواتك الله اعلم بك انت وهمك ومشاكلك تباري ولا يهمني في مشاكلك اصلا يهمني في روحي انا انت جرحتني انت ما عطيتنيش قدر اللي يهمه ذاته اللوام اناني بدرجه اولى لا هو شي خاصمك على خاطر الشرع لا هو شي خاصمك على خاطر مصلحه عامه لا هو شي خاصمك على خاطر الخلق شي خاصمك على خاطر جرحته قلقته ما عملتش اللي يحب هو الانا هو اصلا شخصيه بالعربيه يعني هو دائرة سنتر دو جرافيتي نعم مركز الدائرة وكل الناس يجب أن تدور حوله هذه شخصية مرضية أنت عملتني وأنت وجعتني وأنت ما تصرفتش هكا وأنت يعمل هكا هو مركز الدنيا وكل الناس يجب أن تعمل له اللي يحبوه ما تعملولوش كل عليكم تعمل لك ما شاء الله غسلة في هيك التليفون ضغط فترة تعمل تعملك تليفون آخر تعطي قدوش آخر أسخن شوية وانتي ماشي وانتي ماشي لين دار نمروها تترعب تقولي معاش تحس كعليا كي ولا تتشوم لي نهاري بالضبط أما كلمات أخرى أرقى شوية ما حبش أقولها شنو نتيجة يا أخواتي نفور صدود يعني تحب تفسخ أنا معش موجود علاش لأنه الكلام اللوام ثقيل جدا على النفوس والنفوس أصلا هي مثقلة بهمومها ومشاكلها ومثماش بيت ما فيهاش هموم ومشاكل حتى تزيد هم اللوام لا حول ولا قوة إلا بالله عملت عرس وما استدعيتيش أختي استدعيتها بالعشاء وأنا بليش عرشة عليشة هي بتسعة شهور أنا بتسبعة شهور نجي في العرس ما نهزش شروب ما نهزش الحلو ما نضحكش ما نشطحش منفوخة الملوين جاية ما شدي دارك أحسن لا يزمني نوريك لأنا منفوخة عليك وأنا خلوقة في نفس الوقت جيت باش نهنيك اللي عليها هي ذاتها ونفسها مسيح واحدة في روحها تعرف واحد في دبشه اللوام واحد في دبشه ويتصرف بجرأة ووقاحة لأنه تجرأ على حرية الناس وغالب الناس يا أخوتي ينفرون من هذه الاتباع ولا يرغبون حتى في زيارة هؤلاء النوع هذا النوع من الناس يقول لك أنا والله نومك خطر نحبك مش صحيح هذا نفسه لبست عليه مسكين وغنات له اللي وراه من محبة أبدا اللي يحبه عمره ما يلوم احنا نقول اللي يحبك يسقط لك واللي يكرهك يلقطك اللوام يلقط واللي لقط يستحيل يكون يحب لو هو قانع نفسه اللي هو يحب في قلبه وجع منك في قلبه ألم منك في قلبه غل عليك في قلبه متسمم معك مش صحيح ما يلومش مش صحيح اللي يحب يصفي يفهم السياسة بأدب وبلين إذا الطرف المقابل محبش يفهم يقبل ويرضى أما اللوام عنده وسخ بداخله بيبردش يزمو ينفت السم بتاعه فيك بأي طريقة كانت وهذا يا أخواتي يزرع الصدود والنفور بين القلوب وبين الناس خاطر إذا كان أنا ما جيتنيش أنت أنا نقول والله خليت بلاستك والله توحشني بان إن شاء الله المنع خير أما شبيك ما جيتنيش
انا راني عصبي منك حق. انا لو كان ما كنت نحبك من امك سبحة في يد الشيطان. تسمع بيها سبحة في يد الشيطان. يعني سبحان الله يدس السم في العسلي. يا خواتي لازمنا نقطع هذا الاسلوب مع ازواجنا اولا. انا يعني لي هي الاسره. هذا الاسلوب موجود بين الزوجين وبين الاخوه وبين العائلات وبين احنا وابننا اللي يعني لتبنية الاسره تبنى كل شيء. هذه الممارسات اني انا نبدا نجلد في الناس ونحطهم في قفص الاتيم اللي يسمو يقف. من انت؟ انت خلقتهم. وقف روحك تواضع الى الله، تنزل الى الله سبحانه وتعالى وتنزل لعبادك. من انت حتى تجلد الناس وتتهمهم وتحاسبهم؟ لست قاضية. اللي حاسب هو الله عز وجل، واللي يقضي بين الناس هو الله عز وجل. يا خواتي سبحان الله البعض ترى نفسها مظلومة والاخرين هكا يراؤون ويحبوا ظهر الواحم، وانا والله لو عاد نمشي لها كان متكبرة وما عادش نمشي لها وتكون تلوم وسقط في الغيبة والنميمة. فلانة متكبرة، فلانة بيها، فلانة عليها، تتحدث بنتي وزوجها من اللوم وليت في الغيبة والنميمة. وفي وفلانة أنا كي مشيت لها ما قدرتنيش، والله نخلي راجلي وصغاري يمشيوا لها. من الغيب من اللوم والغيبة والنميمة هبط في القطيعة. فلانة ما استدعتنيش بالعشاء وقالت لي هي ما عندهاش عشاء، وأنا سمعت اللي هي عملت عشاء. لا والله حدينا اللي نعمل عشاء وكلنا ما نعملش عشاء. من اللوم هبط في كذب. عش قلت لكم هو كيس زواج من اللوم فيها ما شاء الله مجمع من جميع الأنواع والأصناف. فلانة أعطيتها هيك الحاجة وما أحسنش التصرف، هي ما في حاليش، ولوين أعطيتها الزكاة؟ شريت لي بورتابل لبنتها ولا شريت لي سروال الجين هيك حساب لبنتها. الغيبة والنميمة من لو الغيبة والنميمة للأذية. والله راجلي لم عاد نخلي أعطيها فرنك للأذية. مناع على الخير وليت مناع على الخير من اللوم الغيبة والنميمة. من وأذى ومناع للخير بعد معتد أثيم كش مزال الله يجيبنا. يا زوجك مثلا يمشى لأمك وما حسنتش المعاملة، هي لأخوتك يجي يقول لك والله الحق ما في أخوتك راه عنده عنده فيك فم ولسان. يجي لهنا وأمك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وين وصلنا يا أخواتي؟ جاء باش يبرد قلبه ويقول لك راهم أساءوا حدك حده. سقط في العصبية، والعصبية شر بلية يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوها العصبية فإنها منتنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم. العصبية تنتن العلاقات منتنة. كان شي كلمة قزز أكثر من هكا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلانة مشيت للحج وعطات الفلان هكا وإيكي هدية تجيبالي كذل تجيبولي. لا هي لازم عليها باش تجيب لك اصلا، هي مطالبه اصلا اذا داخل في من شروط الحج المقبول ان يلزمني نهدي لك هديه. ما نجيبش هديه يا اختي وهيك اللي نقدر عليه، ويا خويا نقدر على ما اكثر ونحب نهدي لك هيك. انا حره الغيبه من اللوم الى الغيبه ولا من النميمه الى الطمع الى الجشع. ماهيش مطالبه مرت خويا مش مطالبه باش تهديلي. وكثر خيرها كي فكرت فيها وحدات هي زبيده من عند الحبيبه. شفتوا اللون يا خواتي؟ ذره شويه هنا شعره من شعراتنا الراقيه جدا عايشين بها. بحيث لوم وزيد لوم تو تلقى روحك ما شاء الله في البحر تعوم. ساعة واحدة تكلمك يا أخيتي أختي كلمتني وأنا والله كلامها زين حق ولا استنقرت منها. أختي ثقيلة وكلامها ثقيل ما شاء الله من لو سقط في التطير. غيبة ونميمة وتطير راهو ما يأذي كان ربي سبحانه راهو الضار والنافع هو الله. مش إذا كلامها زين وما عجبتني لو ما عجبتش يعني حاجة ما جاتش على ذوقك يلزم لسانك تجلد به خلق ربي سبحانه وتعالى. طول النهار قلت لكم هي الدنيا ساعة، إيش عملنا في وعاتنا؟ كلنا راهو يا خوتي على حد على قدم واحد.
على حد سواء. كل العيوب اللي ذكرتها موجودة فيها، لكن بدرجات مختلفة. موجود شي فيها 1%؟ موجود فيها. والسلام. نعترف بذنوبنا ونستغفر الله ونصلح الفاضل. كيف نتخلص من هذه الأوساخ يا أخواتي؟ كيف؟ لا أحد أول شيء عنده الحق أن يلوم. هذا حق أعطيته لنفسك، وربي سبحانه وتعالى لا أعطاه لك ولا أسمح لك به ولا أجازه لبشر. أنت أعطيته روحك. من المتحكم في الكون؟ الله. من المتحكم في عباده؟ الله. من الحاكم؟ الله. من المحاسب؟ الله. معلش واخده هذا الكل انت اختي يا لوامه، انت تحاسب تحاكم تقضي تقرر. نحب هكا ما نحبش هكا، وعلاش عملتوا هكا؟ خليت روحك ما شاء الله في مكان المولى عز وجل. قال تعالى: ان الله يحكم ما يريد. وقال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. مش انت سريعه الحساب، والله ما نبرد الا من تقخلع. استغفر الله العظيم يا رب، ما اثقل كلام سبحان الله. وقال تعالى: وهو خير الحاكمين. وقال تعالى: ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. وقال تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. مش تتخلص من المصيبة هذه، قول ربي هو اللي يحكم، ربي هو اللي حاسب. إيش قاعدة نعمل؟ إيش قاعدة نقول على العباد، على عباده؟ أنت تحبش يكون يقطع ويشيع بصغار وكان يكونوا أعصى العصاة. ربي ما يحبش في عباده اللي انت تجلد فيهم، قطع لهم في حيمتهم بألوان وأشكال متعددة. من أنت؟ جي خاطبك ربي خليت روحك في بلاستي. من أنت؟ قال تعالى: تقول لا أنا نحب الخير وأنا قصد النصيحة. قالك ربي: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. من يشاء كي تقف عليها 6 حركات باش تتذكر اللي ما يعمل كان هو ويحكم كان هو ويقضي كان هو. وقال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. هو حر. إذن الناس أحرار في النهاية وفي البداية، ولسنا مسؤولين على أحد، كل مسؤول على نفسه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أيضا تذكر ما هو المحاسب وهو القاضي. تذكر أن المبتلي هو الله. يخش كل اللي ابتلاك بك العبد اللي ظلمك ولا وجعك ولا غيرك، ما تسقط ورقة وما تطلع حبة، وما كل بأمر من الله عز وجل. ثق أن ربي سبحانه وتعالى لما ابتلاك فهو يريد أن يقربك ويؤدبك. ابتلاك بالمرض ليطهرك وليس لتعاتب الناس. مرضت وما جيتنيش يا خويا، أنا ما انتقش المرض، أنا ما نجمش الجو متاع المرض، أنا ما انتقش ندخل المستشفى يا خويا، انا ما نرتاحلكش، مرض ربي يشفيك، ندعي لك من بعيد. تتمرض برشا، تتشوع برشا، انا ما نتيقش لك الشيء، انا ويحلى في روحي وفي مشاكل، ما نحبش نجي، ربي عطاني الحريه هذه. علاش انت تحاسبني؟ علاش كي تمرض تحب الناس الكل يمرضوا معاك؟ والناس الكل داروا بيا، واللي ما دارش وما جاش مش هامسك. هو ربي مرضك باش تعاتب الناس ولا باش ترجع له؟ وباش تستغفر؟ وباش تتوب؟ مرضك انت حاجته بك انت، باش تقرب منه وتدعو له، تدعو له، تدعو له، تدعي لنفسك، تدعو لنفسك. ثم شكون سبحان الله كي تقول له راهو فلان مرض بالكونسير، ما حد يعرف شنو مرضه، تركب وسوسه ما ينجمش، ما ينجمش يتحمل يشوفك فيك الحاله، باش يزيد تمرض على مرضك. ساعات واحد تقول لك ما نحبش نمشي خاطر ما نشدش روحي بالبكاء باش نتاثر. يعني دعنا خليق للخالق وخلي الناس احرار تعمل ما تشاء. وثم زاد اللي طبعه بارد ما يحسش، ما هكا ماهوش مرضى تاخذ الناس كل مرضى حتى انا مريض. معناها كل ربي خلقنا انواع واشكال، وكل واحد شنو اولوياته، واحد اولوياته صله الرحم، الاخر اولوياته خدمته، الاخر اولوياته علمه، الاخر اولوياته قرانه. ربي
اختار خلى العباد أحرار سبحانه وتعالى. يعني ما تهتمش بمن سيتركك حقا، واهتم بمن سيرافقك قطعا عملك. ما تهتمش بالعباد اللي باش يتركوك حتمية، معناه باش تدخل قبرك وحدك. اهتم باللي باش يرافقك اللي هو عملك الحسن. اما الكلام وكلام راه مش يكون هنا، مش باش يكون هنا، مش يكون في ميزان سيئاتك، مش في ميزان حسناتك. ثم ما تنساش لي رب خلق العباد أحرار، قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وخاطب حبيبه فقال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. تخيل خاطب النبي، قال ليس عليك هداهم إنما أنت مبلغ وعلي البقية. خلي عبادي أحرار، حبوا يكفروا بي أنا قابل، خليني أنا وخلقي. سيدنا عمر قال ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم. يعني أنا مثلا في مناسباتي كمؤمنا نحاول نعدل بين الناس، ونحاول نرضي بين الأهل والأحباب، ونحاول نكون عادلة. وإذا كان الناس ما عملتش ما عملتنيش بالمثل، أنا ما نعملش كيفهم وسموك، فهذا هو الحق اللي عندي. وجعتني فلانة هي حرة. شفت الوجع، شفت التفرقة، شفت عدم العدل، شفت الاحتقار، أنا ما نعملوش للناس. هذا الدرس اللي ناخذه ونواصل حياتي. أما نشد سيف ونبدأ نجلد في الناس ونتفخ عليهم ونعمل مشاكل ونقطع راجلي ونقطع ونقطع هيك، هذا يزم يقف يا أخواتي. ثانيا أحياء السنة، هذه تو معتقد في قلبك. القاضي هو الله، المحاسب هو الله، المبتلي هو الله، والله هو اللي جعلنا أحرار. شنو السنن والأحكام اللي يزني أفكر بها نفسي باش نتخلص من قضية اللوم؟ أول شيء يا أخواتي، ما تخلطش ما بين اللوم وبين النصيحة، ما تخلطش ما بين اللوم وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا نراني ولا أنا مش مقلقني، أنا راه نصيحة لي لك أنت فقط، تتعامل هكا عاد معناها هكا، راه لي لك أنت مش لي، راه أنا مقلقنيش. وهي تقع قلبها كثير نصيحة، كيفاش هو كثير نصيحة لي أضرب القطوصة تتأدب العروسة، هذا الأسلوب اللي عاملينه. وتقنع في روحها اللي قاعدة تنصح لوجه الله تعالى. اللي ينصح ما عندوش نصيب في النصيحة. إذا عندك نصيب فأنت في لوم تنتصر فيه لنفسك، تحب تتشفى، تحب تنفث هيك الوجع اللي في داخلك، تحب تنفثه في وجهي. لو كانت نصيحة لا نصيب لك فيها، مادام عندك فيها نصيب فهي لوم، واللوم ثقيل ولن يصلني إلا ثقيلا ومسموما، باش نحس زريقة. حتى لو عطيتها عديتها لي بلون النصيحة ولا بلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ما عندكش حق باش تحاسب، أعز مخلوق على الله قال له ما عندكش حق باش تحاسب، عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العظيم. إذا ليك، إذا لرسول الله فهو ليك أولى. راك لك وكيل عليا، ولك ولي أمري، لك تكفي فيها، لك تشرف فيها، ورب أعطاني الحرية وأعطاني حق. ومن أنت باش تسمح لنفسك تجلدني وإلا تعريني وإلا تشهر بيا بمفهومك وبعقلك؟ راجع روحك، بالك أنت تكون مخطئ، بالك تكون أنت الظالم وأنت صاحب الأخطاء. شنو النصيحة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، مش لنفسك، للناس. نصيحة فيها بر للآخر، فيها خير للآخر، فيها رغبة ليك. أنا خايف عليك لتجي في تحذيرة ولا تجي في مكان خاطر، أراك تحب تمشي طريق المطار ورد بالك راه الحزام مسكر من هنا. عندي شيء فيها نصيب؟ أنا ما عنديش. هذه نصيحة مطلقة عامة يعني في الدنيا والدين.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رد بالك تمشي تعمل أسنانك في رمضان، رأى ربما يزلق لك شوية دواء تفطر. هذه نصيحة في الدين، عندي شي فيها نصيحة؟ هاي كيفاش يكون النصيحة، وهذا كيفاش يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما لو رأى وباش ننقذك في حاجة قلقتني وجعتني ولا ما عجبتني ما جاتش على هوايا، وباش نعطيها لك بتوتر وبأوامر وبأسلوب وبغليان والهاتف بتاعي كله غليان، ويزمك تسمعني وكنسالك، ثم فرق. بينما النصيحة فيها حب، فيها رب الخير اللي كنتي، فيها تنزل، فيها تواضع، ما فيهاش فضيحة، لأنه النصيحة لرؤوس الملأ فضيحة. أنا مطالبة بشكوك زيادة، عندي المقدرة نعطي النصيحة، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. يعني حتى النصيحة ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخلاف شروطها زيادة عند المقدرة. إذا أنا مانيش قادرة، منعرفش ندافع على ديني، ومنعرفش نبلغ، تسقط أولى. والنصح ما يكون بتواضع وبتنزل وبكلام طيب، بينما اللوم ديما لطيف ديما موجع. يقول الإمام الشعراوي: النصح ثقيل، فما بالك اللوم. النصح ثقيل، فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. والحقائق مرة، كلمة الحق صعبة، والحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. معناها وصلها لي بأقل جملة ممكنة، مش توجع لي قلبي ويوجعوا لي دقيقة، مش لازم دقيقتين، قدر معناها خفف قلل وتلين. إذا أعيد: النصح ثقيل فلا ترسله جبلا، مش ترمي لي الكلمة قد جبل، ولا تجعله جدلا، مش نقاشات هيك عليك، لا قلت لا ما قلتلكش، لا تقصد لا ما تقصدش. يعني إذا كان تجلس قلنا في جنائز ولا في أعراس، وخاصة في الكوجينات وفي الدراكب، تسمع بلايين إنسى تخلي في بعضها والعياذ بالله. إذا النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، والحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان، يعني خفة التوضيح، يعني قلل الكلام وقلل الجمل، وتجعلش كلامك كأنك مدب ولا شيخ قاعدة تخطب على الناس. قلل ودلل، كلمة خفيفة وتعدى. كي تقول لي انك يعني راني ننقد فيك من باب محبه وانا نحبك، راه هذه العباره في ذات هذه العباره الاخيره هذه سممت النيه وسممت الكلام من اصلها. يعني اصبح الظاهره، راني انا نقول هكا خاطر نحبك، لان تعرف انه اللون ثقيل تحب تخففه، كي كان يحب يخفف شويه جيت حاجه حلوه برشا نقصها برشا، حب يخففها بشويه، ما راهي تقعد قرص بدلش تخف شوية وبرع. ظاهر عين جهار لي هي زرقة من الزرق. يعني يا أختي إذا كان عندك غاية من وراء النصيحة أو من وراء الكلام تنتصر به لنفسك، فصمتك أولى، وصمتك أولى. تكلم بما قل ودل، تكلم بما هو مسعد مسهر مبهج. كلمة تتعدى تتعدى مش ثقيلة على قلبي، تتعدى خفيفة إن شاء الله. ما تسممش كلامك بالنقد وباللوم وبالعناد وبالجدال وبالشحناء ومحروقة ومنربزة، وانا خاطرك نحبك وانت تبكي وتنغنغ وتوتر. منين جات المحبة؟ منين جات المحبة وقت اللي انت دخلت فيها غولة؟ المشاحن صاحب الشحناء هو اصلا المعادي، والشحناء ربي سبحانه وتعالى ما يحبهاش. راه تحب في ربي وتضغط في ربي من اجل الله، نعم، اما من اجل نفسك فلا يعتبر لله سبحانه وتعالى. وعلاش صغيراتنا ما عادش تقبل النصيحه يا اخي؟ خاطر نعديوها مسمومه، ونعديوها مشحونه، ونعديوها ديما باللوم. هيك علاش فدوا منا طرشونا، وفدوا من كلامنا ومن قوالبنا الجاهزه ومن شروطنا المتعسفة فيها، احنا متعسفين فيها. علاش فدوا لنا؟ لو كانت كلماتنا طيبة ونصائحنا طيبة، راهي رجعت تربط العلاقة بيننا وبين أولادنا، وارتقات إلى ما هو أفضل. إن شاء الله ربي يرجعها للخير إن شاء الله. احنا أولادنا حتى كان طلبوا حاجة، حاضر يا ماما، حاضر اللي تحب. وحتى كان حب حاجة ما فيهاش خير وما هيش باهية، الله يبارك، نقبلها وننسبها لنفسي ونعملها، لأنه هو أصلاً أولادنا هي تمثل ذاتنا.
فندافع حتى على خطأها ونقائصها ونتبناها أنا ونولي نقوم بالعمل هذاك أنا وكأني أنا في مكان ابني رغم اللي نعرف اللي هو غلط. الله غلط مش العمل لما الله غلط صغار كزمان منك شباب وانت في الحقيقة متنازل وتعبت في صغير ولا حول ولا قوة إلا بالله. المفروض يا أخواتي حاجاتنا هنا هذوك أمانة لازم نحاول نأديه الأمانة كما يحب ربي سبحانه وتعالى مش كما يحب صغيراتنا. والمفروض أن نتعامل معناه مش بالفضاضة لو كنت فضلا غليظ القلب لم فضلوا نحاول تعامل بحكمة بلين بتنزل بدون لوم بدون نقد يعني كلمة طيبة نصيحة طيبة خارجة من القلب فيش تشفي وانتصار لنفسي أنا كأم ولا تسلط ولا تجبر أن قتلك يعني قتلك أكهو كلمة كلمتي أصلا أنا متعالية عليه ونخاطب فيه وأنا مستعملة القوة الأبوية ولا بتاع الأم ونحب نمشي كلمتي كأم خاطر أنا كبيرة وأنا الأم مش خاطر ثم حق وثم باطل لكن تنجم كل شيء تبلغه بأسلوب حسن راه الكلام الزين يندفع في الدليل فما بالك مع الأطفال اللي مساكن قطعتهم الحضارة والمدنية تقطيع تيوما متفلتين منك تزيد أسلوب غير حسن يفلت تماما. أخيرا يجب أن نتحلى بالقيم مش نخلص من هذه الآفة الشديدة. القيم أولا لا تضع الطرف الآخر موضع التهم استحيل تخلي الطرف المقابل متهم ليش بك انت قاضي عليه ليش متهم عليه أولا. ثانيا التمس له العذر. ثالثا يجب أن أكون واضحة وشفافة. رابعا كيفاش نقدم حاجة نحب نستفسر وما فهمتش مش اللوم بأسلوب بتوتر كاني أنا أبوكم يا أولاد لا يلزم الثناء والكلمة الطيبة مش نفتح قلبه مش يسمعه مش تصد لي قلبي بكلامك بعجرف. خامسا الكلمة الطيبة. سادسا متكلميش وانتي تغلي لا الله غالب أنا الله غالب خارج عن نطاقي وأنا الله غالب وعايشة ظروف والله غالب ومتوترة وعندي المشكلة الفلانية ومشكلة الفلانية وأنا ما عنديش يعني يحط نفسه اللائم يحط نفسه هو بسيك دائما قلت لكم هو سنتر جرافيتي هو مركز الدائرة. مركز الدائرة مثلا يا أخواتي الكعبة هي مركز الأرض مركز الدائرة الأرض كاملة كي تحب تحط الكعبة في الوسط من هنا لآخر نقطة هي نفسها من هنا لهنا من هنا لهنا من هنا لهنا يعني في الوسط قد الكعبة أثبتها علميا هي مركز الدائرة الأرضية. بس العبد هذا اللوان حاطط روحه هو مركز الدائرة وكل الناس يتحوم حوله هذا ما معنى مركز الدائرة. حتى كيكلمك بتعالي متغشش ومتوتر وأسلوب جريء وغير مؤدب ويزمك تعبره علش خاطر هو متوتر خاطر هو مركز الكون وأنت من الفاضل. سابعا اللين والرحمة. ثامنا الإنصاف. تاسعا عدم الاستفزاز. وعاشرا التغاضي. الله غالب هذه رذيلة قوية يلزمها قيم كثيرة. القيمة الأولى لا تضع الطرف الآخر موضع التهم. قال صلى الله عليه وسلم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. عامل الناس كما تحب يعاملهم أنت تقبلش يكون حطك في قفص الاتهام هو يحاسب فيك قطعا ما تقبلش ما لحد أنا ما تعمليش اللي ما تحبوش روحك ما تحبوش فيه ما تضعنيش موضع التهم. انت بتحبش تكون يحطك في قفص الاتهام بتحبش تكون يحاكمك انت انسانه ضعيفه كيفي مقصره كيفي ناقصه كيفي مخطئه كيفي لك ملائكه ولك علامه العلامين ولك ما شاء الله يعني ارقى الناس في الاخلاق ما فهمش علاش تحاسبني. نقطه ثانيه التمس الأعذار لغيرك. خويت هنا يقول خبير سبحان الله قال لك إذا كان باش تضل تعاتب تعاتب قال لك احذر من ردة فعل الإنسان اللي تعاتب فيه
قد تكون ردة فعل عكسية. أنت تعاطفي تحب ترجعه. أنت بالعيد كيما صغارنا إحنا نبداو قدام 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 لا نحب نربيه نحب نرجعه فلتو. قال لي احذر خاصة يكون زوج وزوجة راهو بكثرة تتعس على زوج ولد غير منه وأنت تلوم لوم 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 في بالك باش ترجع باش تخسر. عافك فد منك. ينفجر. رد بالك هذا علميا قال لك رد بالك قد تكون ردة فعل الملام مش اللي يلوم الملام عكس اللي تتمناها انت وعكس اللي انت ترجو في بالك بالعينات ترجو تحل المشكله بالغيره ترجو تحل المشكله باللون ترجو تحل المشكله راهي نتائج عكسيه. ثانيا التمس الاعذار لغيرك. قال المولى عز وجل لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. صدق الله. كاين كل مرة تشوف حاجة ما تعجبكش تقول إن شاء الله خير. لعلنا عذر. لعلنا مش عارفة بيد القاعيز خالية. صدق. نحي الشوكة اللي في قلبي ونحي الغل في قلبي. تعدى. موضوع انتهى. صفحة وطويت. يبلع كلمة يبلع جمل. وبردنا وفينا وفيت الحمد لله طحاح. صافية لبن. هذا التمس الأعذار لأخيك وما تنساش راك جاي وحدك يوم القيامة. احترام قرار غيرك. ربي اش قال؟ قال وقت الدقدق الباب الدقدق باب حد ويقول لك ارجع هو العبد هكا ما عندكش حق باش تغضب وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى أطهر قلبك هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. ذكر أخت من الأخوات سبحان الله حبت تحج مسهل ليش ربي تبكي وتنوح تبكي يا ربي يا ربي يا ربي شو زوجها قال لها بالليل لو تمشي واحد تقول له نحب نجي دار بالصيف قالت له لا يقول لها ربي قال لك ما تجيش داري تبكي وين انت مش وقت على روحي كيفاش كيفاش نوقف عليها ما تحليش الباب يا اختي راه حق عطاه له ربي في القران وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. خلي قلبك صافي الناس أحرار يا الله أعلم بمصايب الناس داخل البيوت البيوت وعورة ما تعرفش انت شنو المشاكل الموجودة داخل وراء الجدران مآسي ومآسي وسبحان الله الناس ربي ستير وأنا أحب نستر نفسي كل إنسان حر. نقطة رابعة الشفافية والوضوح يعني خليك واضحة كون واضحة أراني ما تيسرليش تيسرلكش وعليش وكيفاش وما يصيرش اش دخلك لا فهمني ما فهمكش أنا حرة ما تيسرش وكفاه لا فلينا بالمخدود شنية ذاك المثال لا أعزكم الله سكره بابل لا أنا كيف سكرة وما إلى عتيق لا تعتيق لا تقلشة إن شاء الله حين خلاش عنا الكيف سمع والله عمي بل اكتشف عمي بل اكتشف كيف لا أنا رأي قيلة في حقي سكرة وما إلى تعتيق لا حق تيدي خصلة يا أخي خصلة لا ساعات الإنسان بخصاله وعيه كما قيل في حق آل اللوط أخرجوهم إنهم أناس يتطهرون فقال المفسرون عيروهم بغير ذنب يعني ساعات الإنسان يتعير بخصلة فلانة نظيفة برشا تعيف يعني موازين قلبت ساعات تعير بخصلة مش برذيلة مو زمن مقلوب يؤمن الخائن والخائن هو على من وين هي نسير إذا يلزم الوضوح يا أخواتي والمرونة والكلمة الطيبة باش تجبد الفتيل بتاع المشكل من جذوره. خامسا الثناء قبل العتاب. شوف بعض علماء يعني أهل الاختصاص يقول علامة ما بين المحبين في الهوى عتابهم في كل حق وباطل المحبين كالعشاق ما عنديوا شيء
علامة من العلامات، لكن أهل الوضوح والصفاء قال سبحان الله قد يكون واضحين، تزول الضغائن والغيظ والألم والحرق، يزيد في الألفة، يقوي أواصر الود والتفاهم، يغلق باب الشيطان وهمزه ونفخه ونفثه، يطهر القلب من الشكوك والظنون السيئة. متى؟ نقول لك يا فلانة إيجا مشي معايا للمكان الفلاني بلي لا بيقلق ليش، وانت من داخل حاشمة ماذا بيك ما تمشيش. لو كنت بشفافية وبصفاء وبوضوح عادي، أما وقت اللي تعمل حاجة وانت حاشمة، علاش مثلا الفقهاء يقول لك إذا كان باش تعطي جزء من الورث لواحد من الصغار فقير أو ضعيف أو محتاج، يقول لك شاور العناصر الأخرى متاع القصة، مش أنت تشاورها مباشرة، لا، بعث لها مشكون ما يحشموش كيف يقولوا الحقيقة قدامه. هذه قال لي سيد حسن رحمة الله عليه، تحب تعطي لولدك خاطره محتاج وبنات كلها بيس عليهم، تجي تقول مساش تعطي لخوك ما مساش، لا مساش ما قلقني تقول يا داخل قريبتك علاش؟ خاطر مش خايفة من ربي، خايفة من الناس. أوه تقول لك حرب تخوها يا أخي، أنا نجل نقدر على غضب ماما ولا أنا نسلم من مرت خويا، أنا نغني والله بشوي من لزاز قبي. هذا علاش العلماء وربي سبحانه وتعالى باش ياخذ اللي في القلوب. يا خويا أنا تو لاباس عليا والدنيا دارت، وبعد شهر طلقت، ولا ما يتزوج يمكن يخدم ما عنده حد شيء تحت راسه، ولكن كان عايش ولا لاباس عليه، مات كل شيء مشى معاه. علاش نسلم في حقي؟ حق عطاه لي ربي، علاش نسلم فيه؟ علاش خاطرني خايفة من بابا وخايفة من خويا؟ هذا عدم الشفافية وعدم الوضوح. بعد باش ترجع وباش تندم، باش تصير مشاكل، تصنع بعد اللي أختك مقهورة، تقول لك رانا ولا خذينا برضاها، برضاها المبطن الخائف المغلف بالخوف من الناس، أرضات الناس بسخط الله، يعني مش صادقة. واضح يا أخواتي ما معنى الشفافية والوضوح؟ خليكم واضحين مع بعضكم، خليكم واضحين مع أزواجكم مع صغيراتكم، ما تعملش حاجة أنت مكرهة عليها، راك حرة. نقول لك إيجا معايا باستحباب، ندلل عليك، ما عينكش، ما تظهريش اللي أنت عينك وتمشي أنت من داخل على أعصابك تستنى وقتاش تكمل المهمة مكرهة لأخاك، لا بلاش فيه أصلاً. مش أنا نظن اللي أنت مرتاحة وأنت تغلي من الداخل. يجب أن يكون راهو النفس تتأمنهاش، وراهو الشيطان يدخلك، وراك تولي تستثقل الأخوة، تستثقل الزوجة، اللي يستخدمك الكل تستثقله، وتبطن بداخلك شبيتات، وإذا تلمدت وكثرت خاطر خجلك راهي العلاقات تمشي، يولي لومك داخلي، يولي إثمك داخلي، وسخك باطني، وأنت في غنى عن ذلك. إذا التعامل بالشفافية والوضوح يتيسر يتيسر، ما تيسرش سامحني. أما تعمل وتتصرف عكس اللي في باطنك حول ولا قوة إلا بالله، خليت تركنا أم مسخة وأخفيتها، لك ربي معرية عنده وعندك معرية، ومتضمنش نفسك ساعة ساعة الإنسان يتصرف كما هكا، مرة من مرات ينفجر يخرج كلام بسم الله الرحمن الرحيم، تدش كيكة التي واللي صبر 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 والماء يمشي ما يمشي حتى تفلق. رد بالك من نفسك، ما يأمن حد نفسه يا أختي. تعاملوا بالشفافية والوضوح. إذا تحب تعاتب كان ولا بد، مش تعاتب زوجي، مش تعاتب صغيري، ما عندكش حق مش تعاتب إنسان براني، اللي عندك عليه حق. تحب تعاتب سبحان الله سبق الكلمة الطيبة، شوف الحبيب صلى الله عليه وسلم، شوف ربي قبل، شو قال ربي؟ عفو الله عنك لما أذنت له، سبق عفو الله عنك، راني عفوت عنك، علاش أذنت له؟ خاطب الحبيب صلى الله عليه وسلم. بعد اش قال المولى عز وجل للنبي يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، يا ايها النبي يعني تقدير، وبعد عليش تحرم في الله، ما قالوش يا بيك علي. شوف الاسلوب الرباني، شوف الاسلوب النبوي على نبي على صحابي، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي الليل، ما قالوش علاش ما تقومش الليل، راك نعم الناس تاع القيام الليل. اللغة نجم نقول وعلاش ما تقيمش ليش ناقصك انت؟ شفت
احنا في الدبابه نذكره في الدبابه الله يحفظها تعمل الكرعت كرعت قال لك فلان جاي كرعت بسم الله الرحمن الرحيم يرعت صحيح كلمة احمر شو نزيدوا القاموس بتاعنا شو قديش عندنا قاموس ممتاز يرعت والله فلان دخل يرعت بسم الله الرحمن الرحيم كما رعد ما تسمعش انت رعد ما يرجعكش رعد سبحان الذي يسبح الرعد من خشيه طيب يا خواتي الرعد هي تسبيحه الرعد نعم هيك الحس هذاك ملك يسبح لله سبحانه وتعالى ويهز في السحاب الى مكان امره الله به هذاك هو الرعد هذا حد يسوق نعم هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم شوف احد الصحابه دخل المسجد وعمل ضجه كبيره وشوش على المصلين ايش بعد كمل النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال له زادك الله حرص يعطيك الصحه ها ولا تعود تعوديش احلى من كلام الحبيب ما تلقاش واخي من كلام ما تلقاش فالصو هذا كان فالصو كلنا تحبون أن يذهب معي شكرنا شوية يرضى على نفسه هلك نفسك أعدى أعدائك قال النبي صلى الله عليه وسلم نفسك التي بين جنبيك راوك تعطي المقود هالنفس اللي مش مزكات عبارة عطيت روحك إلى خائن خائن الخائن في القوم ايش يعمل جاسوس ايش يعمل في البلاد يحربها البلاد كيف لا يحربها حضارات طاحت الحضارة العثمانية والإسلامية في الأندلس طاحت بخونة أنت كي تعطي المقود لنفسك الغير مزكى تعطيتها خائن فيهز كلمة هاوية سادسا الكلمة الطيبة يا أخواتي ربي قال وكل عبادي يقول التي هي أحسن مش الحسن الأحسن يزبك تلوج على الكلمة اللي أحسن من أختها مش تتكلم بها مع الآخرين إن الشيطان ينزغ بينكم رد بالك راهو باش يقدح وقت اللي تخرج هيك الحلال بتاعك والزريقة بتاعك راهو باش يحرم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم احنا مش نقولوا كنا لاباس نتناقشوا يوم خيتي أنا قلت لك الكلمة الدنيا شعرت قدح الشيطان صب للكل وكانت هكا شرارة ولات نار علاش الكلمة الطيبة صدقة برمت طفي إن الصدقة تطفي وغضب الرب والنبي صلى الله عليه وسلم سابعا الهدوء والصوت المعتدل والمرونة تي علاش كي مش تثوم علاش تعيط على العباد علاش تغري وتكشكش كشكشك على برا وانتينا محروقة محروقة هنا على خاطر إيش قام بابا حق يا أختي يا أختي المؤمنة وقت اللي انت طلعت على المدار وهكا هو سيسي كنت سيسي كل شيء تتخيل هيك اللسان بتاعك تخرجوا عليها وقتها كنت وبعد بسم الله الرحمن الرحيم ما يعجبك نوار طفلة ساعات انت ما تصدقش انه هيك يخرج من الحديث واحنا بس ما شطلع علينا يعني يا لطيف طلطف تاسع ثامنا اللين والرحمة اخويا تعيط بصوت عالي ليش ترش الحمد لله رب العالمين مش لازم تبعبع على العباد تكلم بلطف كوني خلوقة تحشم على روحك يا أختي ساعة المرأة تبدي هكا هذا طول صوت على حماتها ولا على رجلها ولا على صغار رياض 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 حتى بشيرة واحدة جبيت توا سبحان الله تسمعها في الأعمال في الوظائف شيء يبدأ تقول يا ربي نعمل شكرا ونتعدى والله يا أخواتي والله ساعات أمر بمواقف أحبط أنا إيش قاعدة نعمل في هذا وقول ربي يا ربي نور عبادك يعني تقول أمامك ظلام دامس أنا إيش قاعدة نعمل لا أخفيكم يعني في كثير من الأحيان أشعر بإحباط شديد لولا ثقتي في المولى عز وجل كيف نمر ونشوف الواقع قديش مرير قديش وسخ قديش عفن ما نتحدثش على غير المسلمين ما نتحدثش على غير المتدينين نتحدث على الواقع المرير المتاع مش كبر الكلمة يا خواتي ليحفظوا في القرآن الكريم اللي درسوا على الناس القرآن الكريم
لحفظ الناس القرآن الكريم. المفروض لسانك طاهر، خلقك طاهر، عملك طاهر، ورب تحمل راه ربي خلاك وعطاك أفضل ما عنده، أفضل ما عنده، وبعد نلقاوك في مواقف يعني لا يستوي لا يليق، لا يتناسق، لا يرضي المولى عز وجل. حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. رابك السهولة وباللين وبالكلام الزين راه يتحرم عليك النار. ما لا باللسان الأحرش واللسان المؤذي ما تقرب إلى النار. راه ديما الأشياء تعرف بنقيضها وتفهم بنقيضها، وإن اللبيب من الإشارة يفهم. أعيد، قال صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. مش طول الوقت ويجلد في الناس، قريب يرحم ويحشر ويكابر ويخلي الناس أحرار. مش طول الوقت تاسع الإنصاف. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. الإنصاف من نفسك، أخي غلطت غلطت، قصرت قصرت، سيش أنا غلطة ونعترف. الإنصاف طيب، سمحني ضربتك بكف، سمحني بالله، إذا تبرد يجي أعطيني كف. أنصفه من نفسي، نفسي أنا عملت حاجة مشومة، غلطت في زوجي، مش لا ما نقصدش، لا لا أنت فهمت غلط، سمحني والله عندك حق، والله تبيت وعدي وسوارس. لما تكبر في راسك وانت سبحان الله ما تعيش فيها هكذا، تنكد في روحك بروحك، سهلها تسهل صعبها تصعب. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، يعني تكثر السلام على العالم، والإنفاق من الإقطار رغم اللي ما عندكش وما في حالكش وتنفق. هذوما إنسان مؤمن جمع الإيمان. عاشرة الاستفزاز، يعني ما تبديش تستفز، ياه استهل واعمل كان ساعدك كان عجبك، حتى كان مش يعملها راه مضغوط، خايف من العصا ولا خايف من الضرب ولا خايف منك، كو لا يعملها في حب ولا يحبك ولا يفرحان بيك وما دبير تحمل وجهك. عزكم الله، والله قدامش من صغار تحمل ورديه، محبة اللي هي فطرية في القلب، والله لا. شكون هو اللي قتل أبوه عمره 15 سنة؟ قصة حقيقية أخيرة، الساقس أبوه فين ما يعطيه طريحة، والله لما نقتلك، والله لما نقتلك، هذا استفزاز ولا لا؟ نهار بال مصغار على أبوه، تخلي الكوجين هالسكي نقتل أبوه، راهي أخيرة، عمره 15 سنة، كانت أسرة، كثرة الاستفزاز، ما هو بشر؟ بشر. لو تقوم تحط خاطرك بو مستعتي، والله لما نقدر، والله لما نوريك يلي بي روع عنا طاقة سلبية قاتلة مدمرة أكثر من نووي، أكثر من سلاح، ما عادش يشوف الطفل أعمى، أعزكم الله. الخصلة الحادي عشر والأخيرة وهي أهم خصلة: التغاضي. ما معنى التغاضي؟ أنا روحك ما شفتش حتي، مش كل حاجة تكبش عليها، كل حاجة تكبش عليها، كل حاجة. رحنا احنا شبك يا خواتي، المرأة كشبك، الله محفظنا، قرقارة. أنا مرأة، ما تقولوش راني متحازة للرجال، لكن سبحان الله يعني من الأسئلة والمشاكل اللي توصلني، رحنا بسم الله الرحمن الرحيم. هيك الليونة والسهولة وكيف، سبحان الله. أختي راضية بروحك عنيك، هي راضية بروحك معناها شبكة عزكم الله، راضية بروحك الزربة عزكم الله. مش نزيد يعني ثقافة راقية جدا اليوم، هرات أنت تأدي فيه من الأدوار. علاش ما تقلبش حياتك؟ أخويا نرقد على ابتسامة وكلمة طيبة، قوم على ابتسامة وكلمة طيبة. أحسن التبحر لله، مش من أجله ومستاهلش، لكن أنا نعمل فيه ربي. أنا قاعدة نبني لآخرتي، قاعدة نهيئ القبر، قاعدة نفرش في قبر نور. علاش نفرشوا في ظلمة؟ علاش نفرشوا في كلام سيء؟
علاش تهزوا في أثقال فوق أثقال فوق أثقال دخلي بها لقبركم وحده؟ إيش يقدركم وإيش يقدرني معاكم؟ يعني يا أخواتي راه مش لوم لشخص معين، هذا لوم للأفعال الوسخة اللي عندنا فيها نصيب. إحنا ما شاء الله من كل شيء، من كل بستان وردة عندنا، من كل هذا الخير قريشة، كل واحد يعرف القرشة بتاعه. أكيد أنتوا يا أخواتي إذا كان راهو عندنا الكل عندنا هذه الأشياء، نكمل بعد قبل الأسئلة إن شاء الله. إذن يا أخواتي التغاضي هو أدب السادة الكرام اللي وصلت نفسه تزكيت ولا راقي تودار روحه، تعدي أكثر من اللي تشد، تعدي أكثر من اللي تشد، تقولي أيسر أسهل أيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانك لوامة ولا مشكاكة، عارفك اللي كل خطوة تشد الأفران قدرة ربي نوصله رايب ما نوصله ما نوصله يوصل الليل رايب، هذا بيه ما عادش يراني وانا هاي نعمل مش بعد ما قلت لكم هيك انسان واحد في تمشي شبكة ارى روحك انت قديش تقعد شبكة دريجة دقيقة كل حين ميليقش بيك تولي اجمل تولي ارقى تولي اسمى تولي اقرب الى خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ورايا اخواتي اكثر خصلة موجودة فينا بعد العناد هي اللون. اتحدث على اخواتي النساء اراه بعد العناد راه عندنا كثرة اللوم. بعدها يجي تنغيص الحياة والاكتئاب. هنا مت، هنا تعبة، هنا قاسي فيكم. هيك عاد اللوم إذا كبرنا شوية. أنا مريضة، أنا مريضة، أنا مريضة، أنا مريضة. أنا كلمة أنا مريضة ما دري من صحة. صاير فيا. الحمد لله اللي ضحكتوا ان شاء الله، ربي يضحكوا ان شاء الله. قال اهل الفضل لا يكون المرء عاقلا حتى يكون عما لا يعنيه غافلا. اخوي بنتي عندك وقت يا اختي باش تنشغل بيا ومشيت وش عملت وش عملت يا بنتي راهو سبحان الله الوقت قرب والسفر قريب، ما تعاش توصل الدار ولا ما توصلش. اتقلقل وتلقلق انا موجوع عين قال قبل انا عملت لي كاين صار لي قش عندك وقت. بسم الله ما شاء الله ما فديتش ما قلقتش. مثلا مش وحده فيكم ماهيش عندها حاجه تقلقتها؟ مثلا مش نفس مطول نجبدها وحده وحده. مثلا مش وحده في الحاضرات ماهيش خالقه من حد ولا حد. لا رجل أمرأة أنت لو بروحك يا أخي أرى وروحك مش عملته لو تبرعوا لو تبرعوا. آن الأوان يا أخواتي، آن الأوان أن أقول أنا الظالمة، أنا المخطئة، أنا الناقصة، أنا المقصرة، أنا نفسي وسخة، نفسي قذرة، تفضل اللهم أعترف لك بذنوبي، أبوء لك بذنبي تغفر لي. هذه الأولى قل لك التائب حبيب الله، أحلى حبيبة ربي سبحانه وتعالى. تشمر على ذريعاتك تلعب صابونك حكك القيعاتك وجفر لي زويت جفر ورقع لي زويت رقع، كل واحدة تعرف صابونها. لو ما تلقى وقت لا للوم ولا للعناد، وتو والله لما تستحي على نفسك والله تو دار قديش عندك من اوساخ وتهون عليك. انت مش كي تمرض يا اختي تسخف باللي يمرضوا وتعرف وهنا والله وقتها كي تولد كي تسمع بنيه مش تولد بكره بتحس سبحان الله تو كيف تشوف روحك قديش عندك اوساخ وتتفطن لأوساخك الكثيرة تولي تستحي ما تنجمش تقوم. ليه؟ وجعني بكلمة تيتي عاملة خريطة، تيتي عندك خريطة كتاب كامل متاع خطأ. ما زلت أنا نتجرأ وعندي الجرأة والوقاحة باش نقول فلان قال هيك الكلمتين. عندي كلمات وكلمات، هذه كلمة زوجي، كلمة بنتي، كلمة بنتي، كلمة ماما،
تنتحش على روحك. ما حدش. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يرى القذيفة في عين أخي. القذيفة تنتحش قد ماك. فيها وعليه. وأنت عندك جرح في عينك جرح قد هكا ما تشوفوش. جمال ما يراش على وجه كرومته. اتلفت لكرومته يقف قدام المرية تطرح. المؤمن مرآة المؤمن. حدثوا بعضكم. حدث نفسك. ابكي. أوجيكم رمضان. يا ربي غلبتني شقوتي. يا ربي غلبتني نفسي. انسوا الناس. وانسى شخصرت وشربحت. وانسى شعملت شعملوا لك. يا مؤمن عليك بنفسك. تخيل روحك راح لا إلى قبرك. ونظف. أو شهر التوبة. شهر المغفرة. شهر الاغتسال والتطهر. شهر القرآن. ابني حياتك من رمضان هذا. ويزم البكاء. يزم القلق. يزم فلان عمل لي. زوجي عمل فيها. بنتي عاملة فيه. يزم لدي جوه يا أخي. يزم. لما أنت معاملة في حد. معاملة في حد. مش كان منك حد. ايش مش تقول كي تقف بالله يتجمع. مش الأحسن أنك تبها بروحك. وتعود تبني خيوطك من جديد. وشملك من جديد. قل له يا ربي نحب نصلح كل شيء لكن كثير وصعيب عليا وانت قادر. قال لك تجيني قدنا هكا نجيك هكا تجيني تمشي نجيك هرولة. قابلكم شهر عظيم. تخلصوا من العيوب اللي قريتوها اللي وصلها لكم ربي سبحانه وتعالى. لما عاد يكون عندك قلق ولا هم. كل شيء يفرج وربي سبحانه وتعالى. ولا غيرة ولا عناد ولا شك ولا لوم. رب يشفينا منها جميعا. يقول الإمام الشافعي الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. يقول الحسن ما استقصى كريم قد. فماش إنسان كريم وأخلاقه راقية وبدأ يتفاعل في أفاس يستحيل. وقال سيدنا سفيان الثوري ما زال التغافل من فعل الكرام. سنة قول الله بالأصل إياكم وإياكم أن تحمروا الوجود. نجيش إنسان كده توجه وتبص قدام العباد ولا تجبر وتوحلوا في الدوام باش يجاوبك كما تحب أنت. إياكم وتحمير الوجوه. علاش تحشر إنسان؟ علاش تحرجوا؟ علاش تجبروا على شيء هو ما يحبوش؟ إياكم وتحمير الوجوه. يعني التغافل من فعل الكرام. تغاضي من فعل الكرام. تغاضي من الخلق الراقي. راهو صغيرك حتى كي تربيه. ثم برشا حاجات يعملها صغير ومش فهم. وخطيرة كلام كبير. إذا كان مش تشدوا على كل حاجة راك مش تعقدوا. عمر حكم سمعتش. ثم حاجات عمر حكم سمعتمش. قلت والله تم تدي. ها مش بيكو. مش على كل حاجة مش عمر حكم سمعتش. حتى ينضج شوية. كان على كل حاجة مش تضربه. كل حاجة مش تضربه. شخص بشوي خايف. يطيعك خوفا وليس فهما. وليس حبا. الإمام صلاح الدين الأيوبي مرة في مجلسه زوز من الحاضرين يتعاركوا. واحد ضرب قلقاق في كالعاد. صاحبه جات على رأس صلاح الدين الأيوبي. عمل روحه دور وجهه ما شافش. حشموش إياكم وتحمير الوجوه. هي غلطة وغلطة كبيرة. دور وجهه عمل روحه كمل يتحدث مع الصحابة الجالسين. يعني أصحابه مش الصحابة من صحابة رسول الله. أصحابه الجالسين وتواضع. الإمام زين العابدين معروف بكثرة عفوه ورقي أخلاقه. جاه مرة واحد قاعد يسب فيه يسب فيه يشتم فيه هو ساكت عامل هكا وساكت. قالوا إياك أعني. قال له عنك أغضي. وأنا إيه عنك إيه مثالش نعدي. إحنا تو كلمة تشتغل عليها سنين تتفرق عليها أسر. القيمة الثاني عشان هو ترك مسافة أمان بينك وبين الشخصية الصعبة اللوامة. ما تدخلوش في دائرتك المصغرة. إن هو أصلاً إنسان شبوكي أعزب الله. وإنسان يعدي شيء. وإنسان لوام. وإنسان منتقد. ونفسك مش تكل ومش تمل ومش تنفر. يجب أن تضع مسابة أمانة يقولها الخبير سلامة وأمثاله. ناس مختصين في هذا المجال. قال لا بد أن تتعامل معه برسمية بقفازات. باش تسكر عليه الباب باش ما يتمداش في العتاب. ما يتجرأش عليك أكثر. تعمل له حد. وقفوا عند حد. واحنا نقولوا اسمع فلان عملنا موسى روحك وقفوا عند حد ما كانش راهوش
يتجرأ عليه. هذا علميا هذا ما يجب على الشخصية، وهو لو بذلك تنقذه من هيك الخطأ ويحيط على روحه ويمشي في الطريق الصح. إذا أنا أقول العلماء يقولون خفف على غيرك واهتم بنفسك فداء اللوم قد تال، وإن كان لابد من المعاتبة فعاتب بهذه الأداب اللي كنت نذكر فيها الآن. فديننا الحنيف يحبك كالجسد الواحد يعني كالبنيان المرصوص، واللوم يعمل عكس ذلك يفرق وينفر ويفتت العلاقات الاجتماعية. والحقيقة يجب أن أخاطب نفسي بكل حزم، أنت ظالمة يا نفسي، أنت المخطئة وأنت المقصرة. مثلا مش شكون مقصر أكثر منك باش ترجع للجدة، هي ما كاينش راه باش تكبر وباش تهزك كركر بتكركير للهوية. قل لها أنا اللي سجنتك وخليتك راضية لوامة وتسلط في لسانك على الناس وتنتقد هذا وتغتاب بهذا، وأنا معاك عطيتك السية ونبكي لك والله الحق والله عصت عليها روحي والله والله مش عارف أنا نسمع فيها ومشي معها مشي معها حتى نلقى روحي عايشة بالصحراء وحدي كي الغولة ما تيقني حد. أهل الله يا أخواتي أخلاقهم رفيعة، حتى اللي يقدموا لك النصيحة حتى الحزم بتاعهم يحبوها تقبلوا من الصدق اللي في قلوبهم سبحان الله. يقدموا لك النصيحة بطعم الحب مش بطعم العداوة. احنا حتى كي نقدموا نصيحة ولا نلومه وانا معاديتك وانا شاريتها لك وانا صاحبة حق وانت صاحبة باطل وانا قاضية وانت متهمة، علاش ما نتحاوروش بطعم الحب؟ علاش نتحاوروا بطعم العداوة؟ علاش نتكلموا مع بعضنا البعض كأني أنا عرفتك وأنت صانعتك، بينما إحنا سواسية عند الله، الناس سواسية والناس أحرار. سبحان الله لا إله إلا الله سيدنا محمد. إذنك يا أختي تكون وقافة بطوعية، وقافة عند حدود الله بطوعية بذوق، وأنت تستعذب سبحان الله. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي تجي تلوم تخرج الشحنة المسمومة أعزك الله من لسانك تكون عندك القدرة باش تسيطر على روحك وتسيطر على لسانك وتحمد الله اللي نجم تشد الفرام قبل ما تشد السيارة اللي قدامك، قبل ما تشبك أعزكم الله في زوجك ولا في بنتك ولا يلزم تولي عندك القدرة باش تتحكم في ذلك باش لسانك تنجم تجبد وترجع تشدو كي تشدو الفرام تاع السيارة، فرام يدوي مش الفرام اللي بساقك. لسانة ترجعوا تشدوا تعملوا مكبح تقول الحمد لله اللي ربي عافيكم من شر لساني. يزمني يقول هكا، يا ربي الحمد لله جبت السيطرة على لساني وقبل ما نفلتها هيك الكلمة عزكم الله اللهم لك الحمد. هذا اللي حال اللي يزمني نوصل لها، ولي قبل ما خرج الكلمة كما سيدنا عمر يقول يا ليت عنق العنق زرافة، مش كي خرجت كلمة من هنا ما توصل لهنا مسافة طويلة مش لونها. احنا توا فهمنا لي انا ما عنديش الحق باش نخرج كلمه العيب من فمي ابدا لبشر، انا مطالبه باش نقول كان احسن واتخير الاحسن. شوف كيف باش تشري غله انت تقف على خضار هذا بيك احسن كعيبات كذا باش تاكلها تخرج ندم وعفا اعزكم الله، اما هذا باش تقولوا باش تحاسب عليه وباش تلين به قلب ولا باش تحطم به قلب. تخيلي الكلام الطيب قبل ما تتخيل كعبة الغلة الطيبة اللي هي في النهاية أعزكم الله تعرفوا مكانها، لكن الأخرى مش تلقاها في قبرك. تخرج كان الكلمة الطيبة ما عادش ترضى لهذا الفم اللي عرف ربي ويذكر ربي مش يخرج غير الكلام الطيب. عاهد ربي وعاهد نفسك يا ربي لا تنطقني بما يغضبك بعد اليوم أبدا، يا ربي لا تسدل لي قدم ولا تمشيني في ندم. لذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك، اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما علمت وما جهلت. اللهم وقال اللهم اغفر لي ذنبي خطئي وعمدي، اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. شر نفوسنا كله قريته الآن،
استعينوا بالله من ذلك، واستعينوا بالله مش تتخلصوا من ذلك. إيش إن شاء الله المرحلة الثالثة بعد رمضان تكون القلوب ضافت من الأوساخ، وإيش تتلقى الخلق النبوي إن شاء الله على كاس نظيف، قلب نظيف مقبل على الله. عسانا نصل إلى قبورنا بقلوب سليمة، يوم لا ينفع أي إنسان إلا من أتى الله بقلب سليم. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. كلنا مقصرون، كلنا ناقصون، كلنا مذنبون، وكلنا خطاؤون. الحمد لله تعلمنا أننا لسنا ملائكة، وعبادك يا ربي ليسوا شياطين، كلهم عبادك، وكلهم تغير عليهم، وكلهم تحبش فيهم. يا ربي اغفر لنا في تقصيرنا في حق عبادك، واسترنا إن شاء الله فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. اللهم اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.